علامات الطفل المحسود. تعالوا بنا نتعرف على علامات حسد الأطفال وكيفية العلاج. أولا، أغلب ما يتعرض له الأطفال وهو الحسد، فكيف نعرف أن الطفل محسود أو معيون؟ تعالوا بنا نتعرف على هذه الأعراض وكيفية العلاج. أولا، البكاء بدون أي سبب، هذا العرض من أكثر أعراض الحسد للأسف، قد تجد الطفل يبكي بدون أي أسباب. ثانيا، الاستيقاظ من النوم مفزوعا يبكي، قد تجد الطفل نائم وفي هدوء تام ولكنه فجأة يقوم من النوم مفزوعا وهو يبكي. نكد مستمر وهزلان وضعف في الجسم ونقص في الوزن بشكل مفاجئ وضعف عام. فالحسد يسري في الأطفال سريان النار في الهشيم. وحتى لا نطيل، تعالوا بنا نتعرف على العلاج. أولا، وهي أول خطوة، نأتي بماء ونقرأ عليه الرقية كاملة، وتشرب والدة الطفل وليس الطفل إن كان هذا الطفل رضيعا. كذلك قراءة الرقية بشكل مباشر عليه من أحد والديه. ثم بعد ذلك أهم خطوة، وهي أن نقول بعد قراءة الرقية عليه: بسم الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم أخرج من هذا الجسد ما كان منه من حسد أو من عين، اللهم أخرج من هذا الجسد ما كان من حسد من العظم إلى اللحم ومن اللحم إلى الشعر إلى غير رجعة. يقال هذا الدعاء 3 مرات بعد قراءة الرقية الشرعية، ويضع يده على رأس هذا الطفل. يستمر هذا الوضع من 7 أيام إلى 11 يوما. إذا وجدنا أن الطفل تحسن خلال 7 أيام الأولى فنتوقف عن قراءة الرقية. إن كان الطفل غير رضيع يفعل كل ما قلنا، ولكنه الفرق بدل أن تشرب الأم الماء يشرب الطفل مباشرة. في حالة واحدة تشرب الأم الماء إذا كان هذا الطفل رضيعا. أسأل الله أن يحفظ أبناءنا وأبناءكم من كل مكروه وسوء، أسأله سبحانه أن يحفظ أولادنا وأولادكم من كل مكروه وسوء.